نماء وبناء ونهضة وعمران، مشهد مألوف في عموم المملكة. إذ كشف برنامج سكني مؤخراً عن استفادة 70,000 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، بينها 49,566 أسرة سكنت منازلها. تمكنا من خدمة أكثر من 1,000,000 مواطن، وأيضاً دعمنا 300,000 أسرة أن يتملكوا مساكنهم وأن يسكنوا فعلياً في منازلهم في هذه الفترة. ويهدف البرنامج إلى خدمة 220,000 أسرة سعودية جديدة، منها 150,000 أسرة تسكن منازلها من خلال ضخ 50,000 وحدة سكنية متنوعة، وإتاحة حجز 30,000 أرض سكنية، ودعم القروض العقارية لنحو 140,000 أسرة جديدة. لدينا خطة طموحة للخمس سنوات القادمة بضخ حوالي 300,000 منتج سكني، نصيب العام 2021 منها 50,000 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ستتاح إن شاء الله للبيع للمستفيدين في العام 2021 بشراكة مع شركاء ومطورين آخرين، وأيضا مع جهات التمويل، والتي ستتاح للمستفيدين من برنامج سكني. لمسنا منهم يعني الدعم في جميع النواحي، من نواحي دعم المستفيدين في شراء المنتجات، من نواحي دعم المشاريع مع الجهات ذات العلاقة، من نواحي حتى دعم المطورين في عملية البناء وفي عملية تسهيل سرعة الإنجاز في المشاريع. وبذلك يصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم منذ بدايته في منتصف 2017 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري لأكثر من 487,000 أسرة في مختلف مناطق المملكة. للإخبارية سعود النشمي، الرياض.